دونك شريفة سويسي، شي كونسلتانت انفورماتيك. الحفظ ديال القرآن الكريم بحقيقة نقدروا نقولوا جا واحد الصدفة، والوقت الشايط ماشي ديال القرآن. أهم درس خديته هو لا بيرسيفيرونس ولا المثابرة. يعني تجربة حفظ القرآن هي تجربة كانت زوينة بزاف. دونك شريفة سويسي، شي كونسلتانت انفورماتيك، وفي نفس الوقت شي كوش اكومبانياتريس في ترانسفورماسيون بيرسونيل. جاكومباني الناس في لاميليوراسيون دو لور بيرفورمانس بيرسونيل و بروفيسيونيل. الحفظ ديال القران الكريم بحقيقة نقدروا نقولوا جا واحد الصدفه، ولو انه ما كاينينش الصدف في الحياه، كل شيء كيكون مقدر. كين جا في واحد الوقيته في 2006 نقدر نقول لقيت راسي بديت كنحفظ القران، وعاد وعيت بانني راني بديت في هذا الطريق. الحقيقه كانت الامور تيسرات بواحد الشكل يعني زوين بزاف، حتى انه كل امور والظروف كانت كتعاون حتى كملت المسيره تقريبا في واحد العامين. يعني 2008 كان الختام ديال هذا المشروع. في الحقيقة هما بزاف ديال الدروس، دروس كتعاونك انك كيفاش تتعامل مع نفسك وتتعامل مع الاخرين. ولكن الا بغيت نتكلم على اهم درس خديته هو لا بيرسيفيرونس ولا المثابرة، لانه في هذا الطريق اكيد كتعرض لبعض المواقف اللي كتخليك ربما كتقول صافي غنحبس، او ما عنديش القدره، او ما عنديش الطاقه، او ما عنديش الظروف مناسباني. ولكن في كل مره كتحط في واحد الظروف وكتلقى راسك انك قدرتي ديباسيها، كتفهم بانه راه ما كايناش شي طريق اللي عندها نهايه، وانما في كل نهايه هناك بدايات. كاين جوج ديال المسالات اللي نقدر نقولهم كانوا حكمتين عشت بهم هاد الطريق وبقاو معايا حتى اليوم. الحكمه الاولى كنت خديتها من عند المعلمه اللي كانت كتحفظني القران، كانت كتقول لنا كلمه واحده، كتقول لك الوقت الشايط ماشي ديال القران. وفي الحقيقه هذا هو نفس لو بياج ولا كيطيحوا فيه الناس، انه تيقول لك ما بقاليش الوقت باش نحفظ القران. يعني كيقاد الشغل ديالو، الخدمه ديالو، المسؤوليات ديال البيت ديالو، المسؤوليه ديال الحياه ديالو، وفي الاخر تيقول واش بقات لي واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق نحفظ فيها. في حين الوقت الشايط ماشي القران، يعني هو الاول كنعطيه لو بلانين ديالو، الوقت ديالو فين غنقدر يعني نخدم فيه، ولو يكون وقت صغير ولا وقت قليل ماشي مهم، المهم هو المداومه. الحكمة الثانية خديتها حتى هي من أحد المعلمين ديالي في الحياة، اللي منين كي يعني العقل ديالي كيعطيني أفكار أو كيعطيني واحد التوجيهات اللي هي خطأ، أنه ما بقاش عندي الوقت، كنخرط في شي نشاط جديد، كان ملتزم بشي حاجة جديدة كندخلها لحياتي، كنقولوا ما عنديش الوقت، ولكن كندير هذا القرار. اللي كيوقع هو أنه كنلقى انه هذاك النشاط قدرت التزم به وقدر يدخل ولقى البلاصه ديالو في الحياه ديالي. ف كنفهم بانه كان فقط العقل ديالي كيكذب عليا، كيقول لي ما عندكش الوقت. مره على مره هذه كانت استراتيجيه خلاتني انه واخا في شي وقت من الاوقات يقول لي ما عندكش الوقت، كنقول واش بصح، وكنزيد وكنلتزم بالشيء ديالي. صراحه هادوما الشيئين اللي خلوني انني قدرت نوافق ما بين العمل ديالي، الالتزامات ديالي، والالتزام في الحفظ. يعني تجربه حفظ القران هي تجربه كانت زوينه بزاف، ونقدر نسميها هي تجربه حياه اكثر من اي شيء اخر. لكن اون باراليل ديما فاش غنتكلموا ان بغينا نعلموا شي حد، ضروري من انه يكون عندنا حتى حنا لي سورس ديال التعلم ديالنا. فبالتالي انا درت دي فورماسيون اللي خلاوني اني نتاهل ككوتش ولا كمستشاره، كنقدر نعاون الناس في الحياه ديالهم كسون كبار ولا صغار،
مي اون باراليل يعني في 2013 كانت بديت واحد المرحله جديده اللي هي دخلت في لو موند ديال لي سبور مونتال ولا لي سبور دو ميموريزاسيون. فبديت كنشارك في دي شامبيونا دو ميموريزاسيون، تعلمت الطرق، وصلت انني اليوم الحمد لله شوي اربيتر انترناسيونال دو ميموار. اي في نفس الوقت قدرت منطلق من التجارب كاملين، انطلاقا من تجارب ديال الحفظ او تجارب ديال القرايه ديالي او تجارب ديال لي شامبيونا اللي شاركت فيهم، يعني نقدر نديفلوبي دي بروغرام اللي يعاونوا الناس باش يطوروا من المهارات الذهنيه ديالهم، سواء بالنسبه للصغار ولا لي جون شورتو كيحتاجوهم في لو كوتي سكولير في المدرسه ديالهم، ولا الناس ديال الكبار في لا بيرفورمانس ديالهم اون جينيرال في الخدمه ديالهم في الحياه ديالهم في الشخصيه ولا العمليه، وحتى في هذه المساله ديال حفظ القران اللي كتارق بزاف ديال الناس كيقول لك ولا انا راهني وليت كنسى ولا في الزهايمر، وهي فقط حقا سي اون استراتيجي و سو سون دي تكنيك وواحد الوعي اللي كنحتاجوه باش نقدروا نوصلوا لهذا النتيجه. كل صوره عندها الواقع ديالها اكيد، ولكن نقدر نتكلم على صورة البقرة. عندها مكانة خاصة، ماشي لأنها هي ماشي بحال كاع الصور، كل صورة عندها الخصوصية ديالها، ولكن بالنسبة لي أنا كانت لأن كانت البدايات، وكانت البدايات ماشي باستراتيجية وماشي بخطة، فقط لأنه جيت نبدأ ما عندي حتى شي خطة، ما عرفتش كيفاش ندير، فقلت هذا كتاب تيبدا من اللي صار حليته وبديت. الفاتحه حنايا عارفينها بيسكو كنصليو بها يدوسها، دونك البقره واحد الحاجه كبيره وما عبرتهاش وقلت بسم الله. منين ساليتها سي بحال واحد الساروت، واحد الحاجه كبيره وربما كتجي كتستعظمها في العقل ديالك، ولكن هذيك الصوره اون فوا كتساليها بحال كتحل لك الباب، كتسهل لك كاع داكشي اللي بقى. ربما هذه تجربتي الخاصة اللي عشتها معها، وميم طون كنشوف أنها صورة شاملة فيها حكم، فيها قصص، فيها جامعة لكل الأنواع ديال القصص وديال الصور ديال الحكم اللي ممكن نلقاها في القرآن كامل، بحال كناخذوا واحد النبذة على القرآن في البقرة ومن بعد كتفصل عن طريق صور أخرى. حقا كاينه واحد الايه وربما هي اللي كانت الحافز اللي خلاتني نمشي فيغ التغيير الشخصي وفيغ انني نعاون الناس في التغيير الشخصي ديالهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كنطيحوا في واحد الفخ كبير، بغينا الامور تقاد، خاص شي حد يقاد، خاص الاخر يقاد، خاص شي حد يعاوننا، خاص الظروف، خاص بزاف ديال الامور، في حين وي احنا محتاجين دي ستركتور، محتاجين بوكو تشوز يعاونونا، ولكن راه الاصل هو اني انا نغير في نفسي. غيرت في نفسي راه كنحل الباب لكل الاشخاص وكل الظروف اللي قدامي انها تغير باش تواكب التغيير ديالي. رسالتي لكل مرأة مغربية انها تكون هي، تستقبل الكينونه ديالها، لانه فقط تسمح لراسها تشوف راسها كما هي حقيقه راه غتشوف واحد الكنوز كبيره في الداخل ديالها. وكل مراه بالشكل ديالها بالمعارف ديالها بالظروف ديالها راه هي واحد الجزء من هذا البوزل اللي غادي كيخلينا نشوفوا المراه المغربيه بصفة عامة أنها واحد مثال مشرف، المرأة العربية مثال مشرف، المرأة المسلمة مثال مشرف، المرأة الإفريقية مثال مشرف، والمرأة بصفة عامة مثال مشرف. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.